مهم تختار جامعتك، مهم تختار الكلية بتاعتك، مهم تبقى وانت ايه قبل ما تقدم حدد هدفك ايه، شوف سوق العمل محتاج ايه، لانه احنا في موسم تقديم للجامعات، ومهم قوي انه الطالب يعرف في جامعات بتوفر تعليم مميز، تعليم مختلف ولا التعليم التقليدي. الجامعة الفرنسية في مصر بتعتبر هي بوابة التعليم العالي الفرنسي بين أوروبا، الشرق الأوسط وإفريقيا في القاهرة. جامعة دولية غير هادفة للربح، اتأسست بالمناسبة هذه الجامعة من سنة 2002، أعتقد 2002. الجامعة الفرنسية، وده حصل باتفاق تم تأسيسها باتفاقية ثنائية بين الحكومة المصرية والحكومة الفرنسية، زي ما قلت لحضراتكم 2002. الجامعة الفرنسية بتدي إيه أو بتمنح إيه؟ بتمنح درجات علمية مزدوجة في العلوم والهندسة وعلوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي والإدارة والعلوم الإنسانية والهندسة المعمارية واللغات التطبيقية. تدي بكالوريوس في قد إيه؟ في 3 سنين. في كمان ممكن تدرس سنتين للدراسات العليا، مع إمكانية إن أنت تقضي فصل أو فصلين من الدراسة في إحدى الجامعات الشريكة في باريس. الشهادة الجامعية اللي بتديها لك الجامعة الفرنسية بمصر شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات بمصر، وزارة التعليم العالي بفرنسا أيضا معترف بيها في أوروبا، وده بيديك فرصة عمل للخريجين في كل أنحاء العالم. الحقيقة إن الجامعة الفرنسية بتقدم تعليم ثنائي اللغة، يعني ممكن انت مجرد اسمها كده تقول ايه ده، يعني انا لازم يبقى معايا فرنساوي علشان اقدر اقدم فيها؟ لا، بتدي لغتين، اللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه، في تخصصات متعدده بتشتغل على فكره اللغتين. مش بالضروره ان يكون الطالب قادر على انه يتحدث الفرنسيه للالتحاق بالجامعه الفرنسيه. دراسه باللغه الإنجليزية يستطيع الطالب إن هو يدرس بيها، تخرج من إحدى الجامعات الشريكة لـ8 في فرنسا، واللي بتعتبر كلها ضمن أفضل 5% في التصنيف العالمي للجامعات. كمان بتقدم الجامعة الفرنسية في مصر منح دراسية للطلاب المتفوقين ومنح برامج الدراسة الكاملة. تعالوا نشوف هذا التقرير ونعود ونتواصل مع حضرتك. اعتمد دوليا واسلوب تعليم جامعي جاي من الخارج. واحده من اهم هذه الجامعات اللي بتقدم النوع دوت من التعليم هي الجامعه الفرنسيه في مصر، وده لانها بتقدم نوع جديد جدا من البكالوريوس، وهو البكالوريوس اللي بيكون على مدار 3 سنين، وكمان بتقدم تعليمها باللغه الانجليزيه. هنتعرف في التقرير دوت عن اهم اللي بتقدمه الجامعه الفرنسيه في مصر لطلابها، سواء على المستوى المهني او المستوى التعليمي. الجامعة الفرنسية في مصر هي في الواقع جامعة لخدمة الاقتصاد المصري، لكن بدرجات علمية فرنسية. وما نقوم به هنا ليس فقط جامعة تعليمية، ولكن أيضا جامعة غير ربحية، والتي أصبح عمرها الآن 20 عاما، ونعتبر أننا استرددنا قيمتها من خلال إقامة مشروع هام مثل هذا بين فرنسا ومصر. فالجامعة الفرنسية في مصر تقدم للطلاب المصريين درجة البكالوريوس في 3 سنوات فقط في مجالات الإدارة والسياحة واللغات التطبيقية وأيضا العلاقات الدولية، وهي كلها شهادات معتمدة في مصر وفي فرنسا. وهو ما يعني أنه عند الانضمام للجامعة الفرنسية فالطالب يحصل على درجة علمية مصرية وأيضا درجة علمية فرنسية. لذا فهذا الأمر هام، لأن الانضمام للجامعة الفرنسية يجعل الطلاب يحصلون على تعليم دولي معترف به هنا
في مصر وفي أوروبا، وبهذا فآفاق العمل مفتوحة في كل مكان سواء في مصر أو أوروبا. اشتغلت في كذا جامعة، بس اللي خلاني اختار ان انا اشتغل في الجامعة الفرنسية انه هم مشاركين مع جامعات فرنسية عاملين dual programs، فهم عاملين programs 3 سنين، دراسة 3 سنين مش 4. فدي في حد ذاتها الطالب يقدر يخلص سنة بدري ويبتدي الكارير بتاعه بدري. الدراسة دلوقتي كلها بالانجلش، يعني احنا اسمنا الجامعة الفرنسية فرنسية في ايه؟ هي فرنسية في ان هي في طريقة التعليم، طريقة التفكير، انما اللغة نفسها في التعليم جامعتنا هي بجد بتطلع طلبة عندهم سكيلز عالية جدا، سواء كانت في المايكروسوفت اوفيس او في الاتش تي ام ال كمان. بناخد 3 لانجويجز، فرنش وانجلش وعربي بهاي ليفلز، فبنقدر ان احنا نتخرج ونتعامل مع الماركت بليس في اي وقت وفي اي مكان، يعني بشكل يعني كويس، بليفل كويس من التعليم. كنت خايفه قوي من الهندسه بقى انها صعبه وكده، بس هو بجد عندنا في الجامعه الموضوع بسيط، العدد ما بتبقاش اللي هو 200 طالب وكده، لا العدد بيبقى قليل، بحيث ان احنا نبقى مع الدكتور بنفهم اسرع، ولو في حاجه احنا عايزينها بنكلم الدكتور على طول بيساعدنا، بتبقى اللي هو الكوميونتي كلها بتبقى هيلفل قوي وكلنا بنساعد بعض. غير كده اصلا الجامعه احنا في هندسه بناخد شهادتين، شهاده من هنا وشهاده من بره، ولو ممكن عندنا ان احنا نسافر اخر سنه فانا اوريدي هناخد ماسترز، فاحنا هبقى متخرجه معايا شهادتين وماسترز، فدي طبعا تحفه مش في اي جامعه ثانيه. وبصراحه في كذا ميزه للجامعه بتاعتنا، اولا ان انا بتخرج بعد 3 سنين بس، ثانيا ان انا الشهاده بتاعتي جنرال قوي، فانا سهل جدا ان انا اشتغل في اي مجال انا حباه، مش مقيده بحاجه واحده بس، بلس ان انا خدت بالي من كل اللي اتخرجوا قبل كده اللي هم اكتر من 1000 بني ادم، ان سهل جدا جدا ان انا بلاقي جوب، لان انا اكشلي الجامعه بتاعتي مفيده، وان احنا اكشلي في الجامعه ويتك يعني studying serious، ان احنا بنروح الجامعه وبنattend وفعلا بنتعلم مش بس بنروح الجامعه. كمان المميز في الجامعه الفرنسيه في مصر انها وخلال سنتين هتوفر لطلابها الدراسه في اول حرم جامعي في مصر والشرق الاوسط، بيعتمد على الاستدامه وهيكون صديق للبيئه.